مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم وشراكم، إن شاء الله تكونوا لاباس ومغلفكم شهر رمضان. المشتركات القدم جوزوا دارداركم، والمشتركات الجدد سلامة، مرحبا بكم، باب بيتنا مفتوح للجميع. أروح تشوفوا معايا الوصفات اللي حضرتهم لفطور تاعنا. عندنا شربة فريك بدون خضار، مطلوح سخون، ولا بيوري بالدجاج، وسلطة خفيفة وحميص بيان سور لازم يكون. بون، نبداو بالشربة. هنايا عندنا طرف غنمي، وهنا طرف الدجاج، بصل، طماطيش، لحشيش روند، شوية زعتر، والنعناع. وهنايا عندي كاس فريك، وهنا كاس تاع زيتون مقطع. ودروكا ندوزو لي زيبيس. هنا عندنا فلفل كحل سبيسيال شوربة، فلفل عكري، راس الحانوت، مكعب مرق دجاج ولا غنمي كما تحبوا. هنايا عندها طوماط كونسونطري، وهنايا شويه ملح، وعمود قرفه. بيان سور مع الزيت. اروح اشوفوا معايا طريقه التحضير. بعد ما خليته يتقلى مليح، قسم الصاع قليل المرق بماء سخون.
الفريك تاعي بعد ما غسلته مليح. ومرق الدجاج ونزيدو الزعترة والروند والحشيش الحشيشة. في الأخير قبل ما نطيفو عليها نزيدو لها شوية حشيشة والنعناع لمدة نص ساعة على حرارة متوسطة. في هذا الوقت نجيب البطاطا تاعي بعد ما قشرتها وغسلتها مليح نقطعها دي روندل دي روندل رقاق باش كي نديرها بالباتور تجي سهلة ونزيد عليها شوية ملح ونديرها تفور.
تركزي. بعد ما جازت نص ساعة على البلا تاعي كيما راكو تشوفوا راهو تقلى تخي تخي بيان، نجيب الماء مغلي ونمرقو بيه. ونزيد عليه جلبانة والروند والزعتر ومكعب مرق الدجاج. ونعاود نرجعو للفور حتى يطيب ويتشرب. كيما راكو تشوفو خاوتي البطاطا تاعي راهي طابت زبدة، نفرغها في طبق واحد اخر ونزيد عليها زوج ملاعق مارغرين كبيرة ونجيب حليب سخون مليح لدرجة الغليان ونزيد شوية. ونضربو مليح بالباتور حتى نتحصل على لا تيكستور اللي نحبها. في تحلية خفيفة
هنا لحقنا لافان تاع لا فيديو. صح فطوركم، الى عجبكم ديروا لايك وابوني في لاشين تاعي، واضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامه.